السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حصتكم الجديدة مولاة التاج. اليوم رانا في لو مون تاع الشوكولا. الشوكولا سي ان مون تري 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 فاست. انا بيرسونيلمون سي ان مون كي مي باسيون وراح نبارطاجيو مع بعضنا في هاد الحصص في حصص بزاف 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 ملاح. اون فا بارلي دو شوكولا، راح نعلمكم كيفاش تتعلموا كيفاش تومبيريو الشوكولا، كيف تعلموا كيف تنجحوا انكم الشوكولا تاعكم تنجح في نيمبورت كال تمبيراتور، انكم تجيكم بريونت تجيكم اليغونت اي سورتو سورتو كاسونت افيك دي روسيت بازيك وملاح ان شاء الله. بسم الله. اليوم خيرت لكم اون روسيت خفيفه ومحبوبه بزاف بزاف عند الشعب الجزائري اللي هو لو ليجوا والشوكولا. لو ليجوا والشوكولا هو عباره على اون كريم، اون سورت دو كريم موسلين فيها بو دو مايزينا بصح تكون شويه ليكيد ان نقدر نشربوها الاز كوم ان جو، وفيها اون كريم شانتي براليني ان شاء الله. المقادير تاع لو ليجوا فيها 400 غرام حليب، عندنا فيها 100 غرام قشده سائله، لازم لها تكون قشده سائله، عندنا فيها 20 غرام سكر عادي، وعندنا فيها 25 غرام مايزينا، وعندنا فيها لي دو ميلونج تاع شوكولا حليب وشوكولا نوار. لازم شوكولا حليب تغلب شوكولا نوار. كم قلت لكم سيتا ليجوا لازم يتشرب بلا باي ولا يشرب كيما جو، لازم تكون كميه شوكولا الحليب اكثر من كميه شوكولا الشوكولا سوداء. تقدروا كنديروا شوكولا سوداء راح يجيكم كومباكت بزاف يولي ان ديسير، ولو كان تروحوا ديروا شوكولا غير حليب يجيكم ترو سوكري. واتونسون تروحوا تخمو ديروا شوكولا بلون باسكو لو ليجوا لازم يكون لا كولور تاعو تكون مارون. بلا ما نطول عليكم بزاف نبداو ان شاء الله في طريق التحضير، ونحطو الحليب تاعنا. نقولنا 400 غرام حليب، عندنا 100 غرام قشدة سائلة، هنا دو بريفيرونس خيرو اون كريم فريش تكون اونتر 29 جوسكا 32 ماتيغ غراس. عندنا 25 غرام سكر عادي، وعندنا 25 غرام مايزينا بارد في البارد ليكيب. نحطو الحليب تاعنا على نار هادئه، اونتر طون نوزنو الشيكولا تاعنا. كما قلنا عندنا 40 غرام شوكولا سوداء، بيرسونيلمون شوكولا نوار تاع التاج جي ديجا ايسي هنايا، حاجه مليحه في السوداء تاعها. لي زوطخ شوكولا ايزون توندونس كيما كي تكون نخدمو بالشوكولا نوار اوني اوبليجي نديرو لها الزيت. هنايا لا ماتيغ غراس تاع التاج الي بيان دوزي، دونك با بوزوان نزيدو لها الزيت، و الي بيان بغيونت حاجة مليحة فيها تاني لا بغيونس ما شاء الله. هنايا نزيدو في لا تمبيراتور، نجيبو ان فوي من الأحسن، نحركو انرجيكمون باش ننشا هذاك يذوب، ونحاولو نكسروها من هنا الطريقة هادي. نقدرو ندوبوها مي مش لازم باسكو راح نصبوها فوق لاكخام هادي راح تكون سخونة. فوالا ايبيليسيون اي بيسيسمون دو لاكخام نصبو شيكولتنا، نبقاو نحركو فوالا بالطريقة هادي. Le liégeois, c'est un dessert que j'apprécie énormément, surtout le Sahara Ramadania. Mais le احسن من الاحسن انا ننصحكم تاكلوه دافي ما تاكلوهش بارد باسكو كي يبرد لي ان بو ديفيسيل ا ديغوستي. دونك من الاحسن دافي افيك اون كريم شانتيي من الفوق ما شاء الله. فوالا ليكيب ابري ايبوليسيون هنايا نصبوا عليها لي دو شوكولا تاعنا. اي با بزوا دوبوهم باسكو هنايا قلنا لا كريم سخونه راح تذوب كلش.
هاكو مليح. On peut parfumer notre liégeois بالبراليني, la pâte de noisette, la fleur de sel parce que c'est du chocolat noir. هذه اختياري انا حبيت ندير لكم برك الليجوا سامبل مي كي اي بون مي اون بو لو بارفومي كيما نحبو. نبقاو نحركو حتى الشوكولاته انا تذوب مليح ونعمروه في لي فيغي. نجيبو لي فيغي هنا لي فيغين من الاحسن يكونوا دي فيغين يكونوا طوال. اليوم انا خيرت هاد لي فيغين مي من الاحسن يكونوا طوال. فوالا نحطوها في الجدار لو طون برك لي لا تمبيراتور تاع لا كريم تهبط تولي برك بارده ولا دافيه لو طون كو اون بريبار لونتر كريم شانتي براليني ان شاء الله. فوالا ليكيب كيما راكم شايفين اون غوسيت توت سامبل يعني ما فيهاش مقادير بزاف وما تطلبش مقادير كبيره بزاف بزاف. راح نبداو ان شاء الله لا كريم شانتي براليني نديروها مع بعضنا. عندنا 200 غرام قشده سائله هنا مهمه جدا انها تكون 32% دو ماتيغ غراس باش تطلع لكم وتجيكم بيان فيرم. عندي لهنا من 20 الى 25 غرام براليني هنا في ميزون راني حضرته وحدي درته معكم في حلقات من قبل. وعندنا هنا 20 غرام سوكولاس سي اون شانتي بو سوكري يفو با كو سوا سوكري ديجا ما تنساوش لا كريم شوكولا راهي حلوه. قلنا 200 غرام قشده سائله نحطو كل شيء بعده بارد في البارد صوف بيان سور لو سوكولاس ماشي دركا. حنا نجي نهضر لكم لهنا على لا كريم اي لو براليني. لو سوكولاس سا سرا بور ابري. Voilà l'équipe, après mettre la crème تاعنا نحيوها فوق النار ونحطوا لها سوكولاس. هنا لو سوكولاس عندكم دو زوج طرق كيف تخلطوا السوكولاس. يا تحبوا تصبوا لو سوكولاس دركا وهي سخونه وتخليوها تبرد كومبليتوم بعد طلعوها, سينو خلطوا جوست لا كريم اي لو براليني او مومون كي تعودوا تطلعوا فيها تبداو تصبوا لها سوكولاس كوم اون شانتيي ماسكاربون. انا نفضل pour gagner plus de temps نفضل نخلط لها السوكولاس مي هنايا جو خا اوبليجي نخلطو بلو فوي باه السكر تاعكم يذوب ولا فو ميكسي افيك ان بغا باش فريمون السكر تاعكم يذوب ما يبقالكمش محبحب. هنايا لا غاناش هادي ولا لا شونتي هادو كامل لازم تكون اولترا بارده باش تطلع لكم بالباتور. دونك من لا كاسرول ديريكتومون اناء يكون واسع مليح باش ليه لا كريم تاعكم تبرد اي فولا فيلمي او كونتاكت اي فولا ريزيرفي فريجيدار. فوالا كيما راكم شايفين ليه لا فوالا توجور الكريمات الساخنه قلتها ديجا من قبل وزيد نعاودوها لكم. توجور الكريمات الساخنه اللي نحبوا نحتفظوا بهم في الثلاجه لمده قصيره ولا لمده طويله توجور لو بابي فيلم يكون او كونتاكت سا سا ايفيترا انكم تحصلوا على اون كريم ما تكونش ليس. دونك اون فو اوبتونير اون كريم فريمون لي تكون ليس. ثاني حاجه On évite d'avoir des bactéries qui se forment mal le papier film. Qui m'a raconté chez fin l'équipe, on a donné le papier film en contact. On a donc un accord de face au ciel. On te la connaît, inshallah. عاودنا ولينا بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. كيما راكم شايفين لهنا راني عندي اون غناش
لا يشانتي باردة موجودها على الأفانس رح نطلعها حبيت نطلعها قدامكم باش نشارك معكم فريمون الوصفة على أصولها باش حاجة ما نضرقها عليكم على كيما قلت لكم الوصفة تكون كريمة تكون باردة باش تطلع لكم ويل ترونش با لازم تكون باردة برك حاجة مهمة في لي شانتي ولا في لي غاناش مونتي جامي لا فيتاس تكون قوية من الضربة الأولى روحوا معها بشوية هلا كيفاش نعرفوا لا شانسي تاعنا باللي الي بخات كي نديرو كيما هكذا نتحصلوا على ان باك دوازو ولا دوروها كيما كان لقاوها الي بيان فيرم بون جيبو اون بوش لا دوي لهنا سي اون دوي كانلي مشرشفه هنا لو شوا تاع لا دوي لازم يكون مشرشف مي ل... لا ديكو تكون في يدكم انتم نعمرو نبداو هنا عندي شويه كاكاو سينو شوكولا غابي كيما تحبوا انا ما حبيتش ندير شوكولا غابي باش ما نطيحش في السكري بزاف شويه برك كاكاو من فوق هنا نديباغاس ان بو فوالا ليكيب هذه الوصفات اللي تاع اليوم نتمنىها انها نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها وتصلح لكم ان شاء الله ما بقى لي نقول لكم يعطيكم الصحه ميرسي بو فوتغ كونفيونس اي ميرسي بو فوتغ فيداليتي ا شيف شعيب اي على شان سميرة تي في نتمنى لكم النجاح والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا